هيا نغوص في أعماق الأرض. الآن أصبحت تعلم ذلك الشعور عندما تكون متحمساً جداً لدرجة أن مثانتك تمتلئ على الفور فجأة. إن كنت في قطار الأنفاق قد يكون تحدياً لأنك لن تجد أي حمامات عمومية في أغلب الأحيان. لماذا؟ أو كيف يمكنك التنفس في أعماق الأرض؟ هناك العديد من التساؤلات الملحة حول قطار الأنفاق تقتضي الإجابة عليها، لذا لنبدأ الآن. كيف يعقل ألا تنهار الشوارع والمباني فوق متر الأنفاق؟ قد تعتقد أن مساحة جوفاء وعملاقة تحت قدميك بالضبط ستنهار عاجلاً أم آجلاً، ولكن بطريقة ما لا يحدث ذلك. هذا لأن الأنفاق تستعمل دعامات خاصة لا تسمح للتراب فوقها بأن ينهار. تصنع الدعامات في الغالب من الإسمنت إلى جانب دعامات أخرى معدنية لتحقيق سلامة إضافية. بالمناسبة، ثمة آلة حفر مثيرة للاهتمام لا تحفر النفق فقط، بل وتثبت دعامات إسمنتية في آن واحد. لماذا يكون الجو دافئاً في قطار الأنفاق في فصل الشتاء وبارداً في فصل الصيف؟ قد تعتقد أن الأنفاق تتمتع بنظام رائع للتحكم في المناخ، ولكن هذا ليس صحيح. في معظم محطات الأنفاق ليس هناك أي نظام للتحكم في الحرارة على الإطلاق. تعتمد درجات الحرارة هذه على قوانين الفيزياء. يميل الهواء البارد إلى الهبوط، لذا في فصل الصيف تتصاعد الحرارة داخل المحطة إلى فوق، بينما تنخفض درجات الحرارة في الأسفل بشكل ملحوظ. أما بالنسبة لفصل الشتاء، فالحرارة المنبعثة من جميع الأجهزة الكهربائية للمحطات تجعل الجو ساخناً بالداخل، لذا لن تشعر بالبرد كما لو كنت في الخارج. لماذا تشعر بهبوب الرياح عندما تفتح بوابة المحطة؟ إن كانت المحطة مغلقة بالكامل، ستشعر عند فتح الباب بهبوب رياح دافئة تخرج من الداخل. يحدث ذلك بسبب اختلاف الضغط الهوائي، يكون أعلى داخل المحطة من الشارع للتخلص بشكل أفضل من الدخان. لذا عندما تفتح الباب، يفر الهواء بقوة. لماذا توجد سكة حديدية ثالثة في قطار الأنفاق؟ تحتوي جميع قطارات الركاب والقطارات فائقة السرعة على اثنتين من السكك الحديدية لتسير عليها، ولكن في قطار الأنفاق قد تلاحظ وجود واحدة ثالثة إما بين السكتين الرئيسيتين أو على جانب المنصة. كلا، لا يملك قطار الأنفاق مجموعة إضافية من الإطارات. تثبت السكة الثالثة لتوفير طاقة الكهربائية للقطار، فالسكك الحديدية الرئيسية ليست مكهربة، لذا لن يحدث لك أي شيء إن لمست إحداها، كما يزيد ذلك من فرص النجاة إن سقط أحدهم بين السكك. ولكن تحمل السكة الثالثة جهداً كبيراً من الطاقة الكهربائية، لذا حري بك تجنبها قدر الإمكان لكي لا تصاب بمكروه. وفي هذا الصدد، لماذا لا يستعمل قطار الأنفاق كابلات الطاقة العلوية؟ مثل ما قلت آنفاً، هناك سكة ثالثة لتحويل الطاقة إلى قطار الأنفاق. أما بالنسبة للقطارات فوق الأرض، فلديها خطوط الطاقة العلوية لتشغيلها. المشكلة أن مثل هذه الخطوط تستعمل جهداً عالياً من التيار الكهربائي الذي لا يعتبر آمناً لقطارات الأنفاق، إذ ستكون خطوط الطاقة قريبة جداً. لذا يستعمل قطار الأنفاق جهداً منخفضاً أو مرتفعاً أكثر من مصادر الطاقة، مما يستدعي استعمال ناقل أكثر سمكاً. وهنا ستبدأ قصة السكة الحديدية الثالثة. سبب آخر لعدم وجود خطوط علوية في قطار الأنفاق أنه ليس هناك أشخاص يمشون أو يسيرون بسياراتهم فوق مصادر الطاقة، مما يجعل الأنفاق مكاناً آمناً جداً. لماذا تبدو خرائط الأنفاق غير دقيقة من الناحية الجغرافية؟ قد لاحظت من قبل أن خرائط الأنفاق تظهر دائماً المحطات بعيدة عن بعضها البعض بشكل متساوي، والخطوط بينهم مستقيمة تماماً، ولكن في الحقيقة هناك انعطافات في الغالب داخل الأنفاق، والمسافة بين المحطات تختلف كثيراً. ترسم الخرائط بهذا الشكل لأنك عندما تكون تحت الأرض لا يهم مكانك بالضبط. الشيء الأهم سهولة قراءة الخرائط، لأن المسافرين لا يودون سوى فهم أي محطة يجب نزول فيها من القطار. يعود فضل تصميم الخرائط الحديثة إلى هاري باك الذي اخترع خريطة لندن تيوب في سنة 1933. لماذا يوجد رياح في محطات الأنفاق؟ بمعزل عن نظام التهوية القوي، هناك قوة دفع أخرى تجعل الهواء يتحرك بسرعة. القطارات، عندما يصل القطار إلى إحدى المحطات، يدفع الهواء أمامه، مما يخلق رياحاً قوية. وبما أن القطارات تأتي وتذهب كثيراً، لا يتوقف الهواء في الحقيقة عن التحرك على الإطلاق. لذا حري بك ألا تقف قريباً جداً من حافة المنصة، قد يدفعك الهواء بعيداً.
كيف يعقل أن تتمكن بسهولة من التنفس في أعماق الأرض؟ بعض محطات القطار قريبة من السطح، ولن تحتاج سوى إلى القيام ببعض الخطوات إلى الأسفل حتى تلحق بالقطار. ولكن هناك أيضا قطارات في أعماق أكبر، حيث يجب عليك أن تستقل مصعدا للنزول إلى الأسفل. بالنسبة لمثل هذه المحطات، يتم إنشاء أعمدة تهوية خارج مبنى المحطة الرئيسية، وتوفر هواء نقيا في الأسفل، مما يعتبر أمرا رائعا لأنه قد ينفذ الهواء في المحطة بسرعة. أيضا عندما يتم ضخ الهواء في المحطة، يمر عبر نظام تصفية فعال جدا، لذا ستحصل على هواء نقي حقا. لماذا يوجد استقبال خلوي في قطار الأنفاق؟ عندما تسافر في أعماق الأرض محاطاً بالمعادن والإسمنت، سيبدو وكأنه من الصعب جداً مرور أي إشارة عبر هذه الجدران المتينة، ولكن في الكثير من الأحيان يمكنك استعمال هاتفك أو نشر أشياء حتى على شبكة الإنترنت بينما أنت جالس في منتصف النفق، وهذا كله بفضل هوائية صغيرة تثبت داخل الأنفاق. الجانب السلبي الوحيد أن الاتصال بالإنترنت قد يكون بطيئاً لأن الهواء يتصل بالبرج الخلوي على نطاق تردد معين، وكلما زاد عدد الناس الذين يستعملونه في المحطة الواحدة، تضاءلت السرعة التي يحصل عليها كل مستخدم. لماذا ليس هناك أي حمامات عمومية في محطات الأنفاق؟ قد تتفاجأ بذلك، ولكن هناك العديد من الحمامات العمومية في محطات قطار الأنفاق في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك ليست جميعها مجهزة بهذه المرافق، والبعض منها لا يملك سوى حمامات لطاقم الموظفين. قد يسمح الموظفون للمسافرين باستعمالها، ولكنهم يمكنهم رفض فعل ذلك بدون أي مبرر. عموماً هناك سببان رئيسيان لعدم وجود حمامات عمومية: السلامة والتمويل. فصيانتها مكلفة بشكل لا يصدق، لذا أعتقد أننا لن نرى العديد من مثل هذه المقصورات حيث كانوا من قبل. والسبب الثاني هو أنها تشكل مصدر قلق أمني، بما أنه لن يكون هناك كاميرات مراقبة داخل الحمام، ولن يلاحظ الأمنيون أي نوع من النشاطات المريبة في حال وجودها. لماذا تتحرك الدرابزين أسرع من الدرج؟ أن تكون مضطراً باستمرار لسحب يدك إلى الخلف على الدرابزين أمر مزعج فعلاً، ولكن هناك السبب وراء سرعتها. في الحقيقة من المفترض أن تتحرك بسرعة نفسها، ولكن الدرابزين تتلف أسرع من الدرج، لذا يتم ضبطها بوتيرة أسرع منذ البداية، ومع مرور الوقت تبطئ قليلاً من سرعتها وتلحق بها الدرج. لماذا لا يوجد في الغالب حواجز أمام منصات قطار الأنفاق؟ في الولايات المتحدة مثل غيرها من الدول، لا يوجد شيء يجنب الركاب السقوط على السكك الحديدية. قد يبدو ذلك خطيراً، خاصة بما أن العديد من الناس يسقطون على السكك، ولكن المشكلة أن سائق القطار لا يمكنه التحكم في القطار بدقة ليفتح الأبواب في مكان الفجوات بين الحواجز. ربما لاحقاً عندما تصبح جميع القطارات آلية بالكامل، سيظهر حاجز لحماية المسافرين. كيف يتم التنسيق بين قطارات الأنفاق لتجنب الحوادث؟ إنه لأمر مذهل كيف تملك قطارات الأنفاق هذا الفاصل الزمني القصير لبضع دقائق بينهم، ومع ذلك تتمكن بسهولة من تجنب الاصطدام ببعضها البعض. لكي يفلح الأمر، يتم التنسيق بينها عبر الحاسوب المركزي. السكك الحديدية مقسمة إلى أجزاء قصيرة أو أقسام، وعندما يكون قطار في أحد الأقسام، يرسل إشارة إلى الحاسوب المركزي. إن كان هناك قطار آخر في الاتجاه المعاكس، ستحذر معدات سلامة السائق، وسيتوقف القطار الثاني ليسمح بمرور الأول. وإن لم يتمكن المشغل من وقف القطار بنفسه لسبب ما، سيتم تفعيل نظام المكابح الآلي لإجباره على التوقف. كيف يتوقف سائق القطار في المكان المحدد؟ لأنهم بارعون في ذلك للغاية، وأكرر سؤالي عن ذلك أيضاً. قطار الأنفاق مركبة طويلة تحمل العديد من العربات، لذا من المستغرب كيف يتوقف دائماً في المكان المحدد له، ولكن هذا ليس سحراً. يقول المحترفون إن السبب وراء ذلك هي التدريب والمؤشرات. هناك دائماً مؤشر كبير وواضح على جدار النفق الذي يطلب من السائق الضغط على الفرامل، وإن فعلوا ذلك بشكل صحيح سيبطئ القطار سرعته ويزحف نحو المكان الصحيح. ليس المكان نفسه في كل مرة، ولكنه قريب جداً من المكان المثالي، لذا يصعب ملاحظة الفرق. حسناً، إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فاضغط على زر الإعجاب وشارك الفيديو مع الأصدقاء، وإليك المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة والممتعة. للمشاهدة اضغط على اليمين أو اليسار، ولا تنسى البقاء على الجانب المشرق من الحياة.